المناظرة اليومية، تكرار عمليات العنف في الولايات المتحدة وآخرها عملية شيكاغو التي أودت بحياة 7 أمريكيين، تثير التساؤلات حول تعامل السلطات الأمريكية مع هذه العمليات، والتي أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها وصلت إلى ما يقارب 300 حادثة إطلاق نار خلال عام 2022. إذن هل تفرق الولايات المتحدة بين حوادث إطلاق النار بحسب هوية منفذ العملية؟ وهل يتم تصنيف عمل على أنه إرهابي وآخر جنائي بحسب الشخص الذي نفذ الجريمة؟ لنبدأ المناظرة. بضيفي من فلوريدا الأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، أهلا بك، ومن نيويورك دكتور نصير العمري المحلل السياسي، مرحبا بكما. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ توم. يعني أستاذ توم، حادثة شيكاغو التي أودت بحياة 7 أشخاص وعشرات الإصابات، لم نسمع أصوات تتحدث عن أنها حادثة إرهابية، لماذا؟ لا، هي بدون شك هي حادث إرهابي. الذي قام به هذا الشخص هو اغتيال وقتل مواطنين أبرياء، وهذا يعتبر حادث إرهابي، بس حسب تفسير الإرهاب. هل هنالك منظمات وراء هذه العملية، أما إيديولوجية معينة، أم هل هذا شخص معاق عقليا كان يخدر نفسه وكان مجرم بحد ذاته، وقام قبل سنتين حسب ما علمنا مؤخرا بمحاولة قتل عائلته، وقبل ذلك بعدة أشهر حاول بقتل نفسه، فهذا إنسان غير طبيعي. أما إذا كان هنالك من مجموعات تحاول مع وتنظم نفسها، لكن أنت قلت يعني أنه عمل إرهابي، ولكن يعني لم نسمع أي أصوات من الولايات المتحدة تنادي بهذا القول. يعني ونتساءل إذا كان المنفذ هو يعني عربي مسلم، عندها تكون العملية تصنف بالإرهابية؟ لا، هلا اذا واحد انطلق، اي شخص مسلم تنقول على سبيل المثال قام بعمليه مثل الذي حصلت بشيكاغو، وقام هو شخصيا بحد ذاته وهو معاق اما مخدر اما جميع هذه المواصفات التي تنطبق عليه، لم نقول عنه هذا ارهابيا. لا، هذا لا يصح المعترف به، ولكن قتل الابرياء هذا عمليه ارهابيه. هل هذا هو هنالك اشخاص ورائه ام لا؟ بغض النظر إذا كان مسلم أم غير مسلم، أم أي ديانة يعتنق أم ملحد، إذ لم يقوم بأي عمل بأي مجموعات وراء عمليته، فهو بدون شك هذه نوعية خاصة بالجريمة التي ارتكبها هذا الشخص بالذات. نعم أستاذ دكتور نصير، يعني استمعت إلى طرح أستاذ توم. يعني دائما نتهم الولايات المتحدة والغرب بأنهم يعني ينظرون إلى العمليات التي ينفذها يعني عربي على أنها إرهابية، ولكن في أغلب الأحيان يتضح أن العربي الذي يقوم بعمليات يكون يعني منتمي لمنظمات جهادية في نهاية المطاف. تحية لك. يعني أنا أتفق مع الأستاذ توم حرب في أنه يعني تعريف الإرهاب يجب أن يكون له دوافع أيديولوجية، ويكون قتل يعني من دوافع أيديولوجية، وهذا ينطبق على الإرهابي المتأسلم أو الإرهابي الذي يعني يزعم بأنه مسيحي أو يهودي أو غيره. إذا الأيديولوجية مهمة، ولكن ليس فقط الأيديولوجية الدينية. يعني الأيديولوجية الدينية خطيرة، وكان هناك أعمال طبعا ارتكبها مسلمون ومسيحيون لأسباب دينية وعنصرية، ولكن هناك يعني أنواع أخرى من الأيديولوجيات، ومنها الأيديولوجية النازية الجديدة مثلا، أو النظريات التي تنادي بعلوية وفوقية الرجل الأبيض، وهذه يعني لها دوافع. مثلا رأينا إحدى
هذه المجازر التي ارتكبها يعني شاب أمريكي أبيض، واضح بأنه دوافعه يعني عنصرية، ويعني يعتقد في كتاباته بأنه أمريكا تتغير وأن البيض يعني لا يتحكمون بها، فهناك يعني دوافع عنصرية وهذه أيديولوجية. ولكن أظن بأنه ما تقصدينه هو تسييس ومحاولة يعني تلبيس الإرهاب على أنه للمسلمين، ويعني لولا أن الغالبية العظمى من المجرمين هم من البيض لا كان يعني من السهل القول بأنه هذه ظاهرة يعني للمسلمين أو غيرهم. ولكن في الحقيقة يعني اليوم من يعلم الجميع بأن الدوافع عنصرية، وهذه يعمل عليها الحزب الجمهوري ويعمل عليها ترامب بشكل واضح، حيث أنه حرض يعني على القتل. فهل هذا يصنف إرهاب؟ يعني ما فعله ترامب أظن بأنه يصنف إرهاب، لأنه من التسجيلات التي ظهرت يعني كان يقول لهم اتركوهم، يدخلوا إلى مبنى الكونغرس وكانوا يعني يهددون بقتل نائب الرئيس. فنعم يعني حصر الأمور بالدين أو بدين معين هو في الحقيقة محاولة سياسية للالتفاف حول حقيقة أن أخطر ما يهدد الولايات المتحدة اليوم هو ليس المسلمين ولا المتأسلمين، إنما هم العنصريون من الذين يرفضون الديمقراطية ويريدون بسط نفوذهم ولا يريدون التعددية السياسية أو التعددية الدينية. وهؤلاء هم في الحقيقة خطر، كما تظهر الأرقام يعني حوالي 212 مجزرة ارتكبها هؤلاء، يعني معظمها أو إن لم يكن كلها هي لهؤلاء الأشخاص الذين تدفعهم دوافع عنصرية، وهي أخطر يعني من بعض الأعمال التي قام بها المتطرفون أو الإرهابيون المسلمين أو المتأسلمين. نعم، يعني أستاذ توم استمعت لهذا الطرح بأن يعني يقول دكتور نصير بأن من قام بمهاجمة الكونغرس وكل هذه الأعمال تعد أخطر بكثير على الولايات المتحدة من العمليات الجهادية التي يقوم بها بعض المسلمين. هلا إذا بدنا نفوت بموضوع ثاني غير هذا السقف فلندخل به. هلا بموضوع الكونغرس، كانت المظاهرة دا عليها الرئيس ترامب لمظاهرة سلمية وشدد على كلمات سلمية، ولكن الإعلام المتطرف والإعلام اليساري الغوغبائي لم يتكلم عن هذا الموضوع. هذا ليس الموضوع، ولكن يعني دخلوا إلى الكونغرس مدججين بالسلاح. نعم، أنت اللي فتحت الموضوع أنت والدكتور نصري وعم جاوبكن عليه. أفضل. والشخص الذي قتل هنالك في الكونغرس هي آنسة واحدة قتلت لم تكن مسلحة وقتلت من شرطي الكونغرس، لنكون واضحين. ولكن المجموعات لحتى اليوم، لأنه التحقيقات في موضوع الكونغرس لم تكن شفافة، هي من قبل لجنة من الحزب الديمقراطي ووضعوا فيها شخصين فقط هم يكرهون الرئيس ترامب، ولم يكن هنالك شهداء، لأنه نحن نعرف بأن كان هنالك عناصر من ضمن المجموعات التي اقتحمت الكونغرس وحضرت لهؤلاء هم خارج هذا السرب، ولماذا لم يجلبون للتحقيق؟ وأنا أتصور إذا اليمين أما الحزب الجمهوري ربح في الانتخابات القادمة سيكون هنالك طبعا شهادات جديدة تبرز الحقائق. ولكن لنعود إلى شيكاغو، لب الموضوع اليوم. عمدة شيكاغو الأسبوع الماضي اتهمت المحكمة العليا وأحد أشخاصها كليرنس توماس وهو من الشعب الأسود بأنه هو عنصري، هو مجرم بحد ذاته ويجب معاقبته. هذه عمدة شيكاغو، واليوم تقول علينا أن نحترم القانون والقضاء والعدل، ومنذ أسبوع كانت تقول شيئا. فعني بيسموها الهيبوغرافي، التجاذبات عند السياسيين هي محرضة أكثر من أي شيء ثاني، وهذا عمدة شيكاغو. وبنفس الأيام يعني الأسبوع الماضي قتل في شيكاغو أكثر بكثير ما قتل من قبل هذه المجزرة وهذا المجرم بحد ذاته 7 أشخاص. يعني بشيكاغو لحالها كل سنة
في أكثر من 350 قتيل وفي أكثر من 1500 جريح، ولكن المشاكل هنالك بين السود ببعضهم وليست بين البيض أم السود، ولكن يجب تسلط الأضواء على ما يحصل بالمدن الكبيرة من قبل مجموعات عديدة مدعومة من حكام هؤلاء، والضحية في النهاية هن الأشخاص العاديين. ولكن يا أستاذ توم، لماذا لا يعتبر الفكر الذي ينشره اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا وأنصار التفوق العرقي الأبيض والمسيحي على أنهم إرهابيين؟ هذا ليس صحيح. أول شيء، العنصر الأبيض بأوروبا والعنصر الأبيض بأمريكا لم يحرض أحدا. نحن بنشوف الإجرام والدواعش والحركات الإسلامية المتطرفة والتقاتل التي نراه هو في العالم العربي والإسلامي. نحن نرى ماذا يحصل بباكستان وماذا يحصل اليوم في أفغانستان. لنقول أن هؤلاء غير الموضوع. لا مش عم غير الموضوع، أنا عم بحكي الموضوع. أنتوا طرحتوا هذا الموضوع فأنا راح ضل بلب الموضوع بأمريكا، بس لأنه طرحته أنتوا ربطوا وغير الفوقية. دكتور نصير، سأعطيك حق الرد لو سمحت. أكمل أستاذ توم. لا، إنه الموضوع بالنتيجة هون بالفعل يعني العنصرية، لما الحزب الجمهوري تحرر من العنصرية على أيام إبراهام لينكولن بال 1850، ولكن الحزب الديمقراطي اللي هو ترك الكي كي كي وغزة الكي كي كي ضد الشعب الأسود هم الحزب الديمقراطي وليس الحزب الجمهوري، وإجت وتقدمت أمريكا من 150 سنة مجالات واسعة، ولكن بعهد الرئيس أوباما تيرجع يدعم فكرة الشعب الأسود هو شعب بلاك لايفز ماتر، هو بس الشعب الأسود مهم، حياة الشعب الأسود، بدل ما يكون رئيس هو أسود انتخب من قبل الشعب الأبيض، بدل ما يكون كل الشعب هو بنفس التساوي، هو يحرض ودعم هذه الحركات الأصولية، وهذا غلط بحق الشعب الأمريكي. دكتور نصير، يعني قبل أن تعقب على ما طرحه أستاذ توم، يعني الدوافع العنصرية ليست بالضرورة دوافع إرهابية، أم أن كل يعني عمل تكون له دوافع إيديولوجية يجب أن يصنف أنه إرهابي؟ نعم، هو إرهاب، وهو يعني لا يختلف عن الإرهاب المتأسلم بشيء، وهو أخطر على الولايات المتحدة، وهو أخطر ويقتل، قتل أكثر مما قتل الإرهاب المتأسلم. وفي الحقيقة يعني ما نسمعه من السيد توم حرب يعني عندما يقلل من أهمية الهجوم على الكونغرس، يعني هو هذا التبرير للعنصرية، وهذا هو تعريف يعني مناصرة الإرهاب عندما يقول بأنه لم يقتل إلا شخص واحد، وعندما يقول بأن السود هم الذين يقتلون بعضهم، وعندما يغير الموضوع ويقول بأن يعني يريد أن يخرجوا من الولايات المتحدة ويقول بأنه الباكستان وغير ذلك، هذا كله تشتيت الانتباه. ورأيت يعني السيد توم حرب عندما اقتربت من أنه هل العنصرية التي يعني اليوم تغزو أمريكا وتدمر الشعب الأمريكي، السيد توم حرب لا يرى أن هناك، هم يراهم على حق في الحقيقة، ويراهم بأنهم جنود يعني من أجل استعادة أمريكا إلى كونها دولة للمسيحيين وللبيض، ويزعجه ويزعج الكثير في الولايات المتحدة هذه التعددية. فلذلك رأينا هؤلاء العنصريين مثلا يقتلون السود يعني آخر مرة هنا في نيويورك، يعني جاء من مدينة مختلفة ودخل على سوبر ماركت مستهدفا السود، وكتب بوضوح بأنه هذا البلد هو للبيض. فمن العجيب يعني أن محاولة تشتيت الانتباه، ولا يوجد أحد يا أستاذ توم يقول بأنه لا يوجد إرهاب متأسلم، وأنا دائما أقول لك بأنه الإرهاب المتأسلم هو دمر الشرق الأوسط وداعش وغيرها والجماعات الإرهابية، ولكن يجب أن لا نقلل من أهمية الإرهاب الذي المبني على العنصرية. وأنت تعلم يعني بأنه هتلر قتل 5 ملايين يهودي بهذه الأيديولوجية، فألا يعتبر قتل 5 ملايين يهودي يا أستاذ توم، ألا يعتبر هذا إرهاب، أم أنك تعتبره يعني هو شيء عادي، يعني أن هتلر مجنون أو غير ذلك؟ لا، هذه 5 ملايين شخص يعني تم إبادتهم لأنهم يهود، وهذا على أساس العنصرية. فنعم هو إرهاب، وما تفعل أيضا ما فعل جورج بوش الابن
هو نوع من الإرهاب عندما غزا العراق وبدون أي سبب، بدوافع انتقامية، والنتيجة هي أنه تم يعني قتل آلاف الجنود الأمريكيين بسبب هذه العنصرية العمياء. فنعم هناك مشكلة أيديولوجية في الولايات المتحدة، والسيد ترامب يقود هذا الحراك العنصري، وكما رأينا من التسجيلات التي تم تسريبها الرجل يعني كان يحرض على العنف بشكل مباشر، وقال لهم اتركوهم دعوهم يدخلوا فهم معي ولا يريدون قتلي أو إيذائي، هم يعني يريدون إيذاء شخص آخر. وهذا هو تعريف الإرهاب والتحريض على الإرهاب وتبرير الإرهاب، وكلها هذه جرائم اليوم في الحقيقة تهدد استقرار الولايات المتحدة. أستاذ توم، يعني بالفعل قتل اليهود في كونس من قبل أنصار مؤيدة لترامب، قتل الهسبان الشهر الماضي من قبل عنصري أبيض، يعني لماذا لا تصنف بالإرهاب؟ أولا كالذي قام به هتلر هو مجرم بحد ذاته، والذي قام به بحق اليهود وغيرهم، الذي قام به جوزيف ستالين وقتل كذلك 25 مليون بالاتحاد السوفيتي مجرم، والذي قام به ماو تسي تونغ بالصين قتل أكثر من 45 مليون نسمي كمان مجرم. هؤلاء المجموعات الإيديولوجيين اللي عندهم نظريات اليسار الغوغائي، هذا اليسار الذي دمر العالم، الولايات المتحدة، البيض الذين يدعون إلى الفوقية أيضا هؤلاء مجرمون. نعم أولاً أم لا؟ أولا إبراهام لينكولن لما حرر العبودية من الولايات المتحدة هو كان أبيض وهو من اليمين والحزب الجمهوري. الذين حرضوا على القتل والذين دعموا حركات للعنصرية الكي كي كي هو الحزب الديمقراطي، وكانت على رأسهم هيلاري كلينتون منذ مدة، وهؤلاء المجموعات يتبنون لاري من السيناتور بيرد وغيرهم وسادوا بمنجزاته، وهؤلاء من الكي كي كي والعنصريين في الولايات المتحدة. ولكن هنالك فرق كبير بين القومية الوطنية وإعادة الدعم إلى الولايات المتحدة وبين العنصرية. ولكن ما اليسار يحاول أن يعمله والحركات الإسلامية الدولية تحاول أن تورط القومية الوطنية مع العنصرية، وهذا غلط. يعني بإسرائيل عندكم هل هنالك قومية وطنية يقوم بها اليمين، أم هم كمان من الغوغائيين الذين يقتلون الفلسطينيين؟ وأتمنى على الدكتور يجاوبنا. نعم دكتور نصير، قبل أن تعقب على يعني ما تفضل به أستاذ توم، الأبيض العنصري يعني لا يريد زعزعة أركان المجتمع الأمريكي وتغيير دينه أو ثقافته، بينما المسلم الذي يرتكب يعني عمليات يعني ويقوم بعمل بدافع الجهاد وقتل من يصفهم يعني بالكفار. هل السؤال لي؟ نعم تفضل. نعم يعني أنا أقول لك بأنه داعش مثلا أو أي فرقة متأسلمة، وأنا أقول متأسلمة احتراما لمئات ملايين بل أكثر من مليار ونصف مسلم ممن لا يؤمنون بهذه الأيديولوجية فهم متأسلمون. ويعني تعريف الإرهاب في الحقيقة عندما بدأ هذا المصطلح بالظهور يعني كان محدد، وهو أن تقتل شخص من أجل دينه بدون أي دوافع، هو قتله من أجل دينه. ولكن اليوم توسع يعني، وأظن بأنه لا يوجد فرق مثلا بين ما يفعل بشار الأسد في القتل الطائفي وبين ما يعني تفعل داعش مثلا في قتل المسيحيين، أظن بأنه كله إرهاب. أو ما يفعله ترامب عندما يحرض Proud Boys الذين يقول عنهم السيد توم حرب بأنهم قوميين، هؤلاء ليسوا قوميين الذين قال عنهم ترامب بأنهم طيبين وأنه يوجد على الجانبين ناس طيبين، يعني سواء كانوا ضد البراود بويز الذين ينادون بشكل واضح. هل هؤلاء قوميون يا أستاذ توم حرب؟ هل تعتبر البراود بويز تعتبرهم قوميين؟ هل تعتبر من الكي كي كي ومن ينادي بدولة ليكون فيها المهيمن هو المسيحي الأبيض وينادون ينادون بأفكار بأنه السمر والسود هم ليسوا يعني بشر وأن الفوقية هي
هل هذه القومية الأمريكية يا أستاذ توم حرب؟ يعني هذه مشكلتي مع ما يقوله الأستاذ توم حرب. يعني يصف الأمور بشكل جيد عندما يقول بأنه إرهاب أيديولوجي، ولكن يستثني هذه الفئة من البيض المسيحيين ويعتقد بأن ما يفعلونه هو يعني من باب القومية والغيرة على أمريكا. وأنا أستغرب من هذا الكلام، يعني والتاريخ كله يكتب بأن اليمين المتطرف سواء الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي هم من يشعل الحروب، والولايات المتحدة التي تقول بأنها يعني كانت مستقرة وسبب هذا الاستقرار هو التعددية وقبول الآخر. وهناك جيوب في الحزب الجمهوري وهناك جيوب من الكي كي كي والمتطرفين، هؤلاء لم يقبلوا أمريكا وذهبت أمريكا إلى حرب أهلية على بسبب تشبثهم بالحفاظ على نظام العبودية. فمحاولة يعني إلساق هيلاري كلينتون بأنها مع الكي كي كي، يعني هذا هو لوم الضحية وتشتيت الانتباه وتبرئة المجرم الذي الآن كان من الواضح أنه يحرض على قتل الأمريكيين والهجوم على الكونغرس والقيام بثورة. كل هذا عند السيد توم حرب لا يعتبر السيد ترامب بأنه رجل صالح وقومي. طيب فيما يتعلق بترامب أستاذ، أنه يحرض على الإرهاب. طيب فيما يتعلق أستاذ توم بترامب، يعني ترامب صرح علنا أنه لا يريد هجرة المسلمين، لماذا إذن يعني نتفاجأ من هذه الفوقية أو من هذه الانتقائية لهذا الموضوع؟ أولا هو لم يصرح لم يفضل هجرة المسلمين، هو حط فيتو على 6 دول من العالم الإسلامي، وهؤلاء الدول هم كمان السعودية ودول الخليج ما كانوا يستقبلون، وكان ما فيش هنالك لم يكن هنالك سفارات للولايات المتحدة وبعثات تقدر حتى تحقق من أوراقهم. يعني ما ننسى هذا الواقع. هلأ ترامب هو قومي وطني بدون شك، ولكن هو ليس عنصري. على سبيل المثال هو دعم منذ فترة على انتخابات سيناتور ببنسلفانيا مسلم تركي، فإذا هذا الرئيس عنصري لماذا يفضل التركي المسلم عن واحد مسيحي أبيض تاني؟ بقى ولكن لليسار الأمريكاني وللحركات الإسلامية إن كانت الملالي تبع إيران أما الإخوان المسلمين أما هؤلاء لتضامنوا مع بعضهم اليوم تيقدروا يوقعوا شعبية ترامب ونظرية ترامب بالقومية الوطنية، بدون يلبسوا إياها بالعنصرية، ولكن الرئيس ترامب بعيد عن العنصرية، والعنصرية كانت موجودة بالكي كي كي وأربابها كلهم هم من الحزب الديمقراطي ولم يزالوا بالحزب الديمقراطي. أما البراود بويز وهؤلاء لم يقوموا بأي أعمال إرهابية، أما قتل أبرياء في أي مكان، ونتفضل الدكتور نصري يعطيني الأمثال وين قتلوا وين قاموا بمجازر، وأنا لا أدعمهم وأنا ضد كمان نظريات من هاودي، بس في فرق بين القومية الوطنية وحماية المجتمع الأمريكي والعنصرية الذين يستغلونها بالدين أما باللون الأبيض، مثل ما قام الحزب الديمقراطي على 100 سنة من 1880 لحتى 20 سنة كانوا لم يزالوا يدعمون الكي كي كي بأمريكا اللي هم كانوا ضد الشعب الأسود وهم عنصريين وهم مدعومين أغلبيتهم من الحزب الديمقراطي. دكتور نصير، يعني أستاذ توم يقول بأن ترامب بويز لم يقوموا بأعمال إرهابية. البراود بويز الآن في منهم العشرات يعني ممن تم محاكمتهم ولا زال التحقيق جاري. أعطيني عملية بس قاموا فيها دكتور نصير، أعطيني عملية. الهجوم قاموا بعملية واحدة، الهجوم على الكونغرس، الوثائق التي ظهرت بعد ما نعرف بعد التحقيقات، بس ان بدك تلوم مجموعات غير واقعية. يا استاذ توم، يعني التحقيقات اظهرت وتسجيلات، لانك تذكر يعني في بداية التحقيقات كان هناك فيديو اظهروه وواضح بانه كان هناك تخطيط للهجوم على الكونغرس ولم تكن عملية يعني عادية، وأوضحت لا تريدون يعني أن تروا التحقيقات التي تظهر. أنت ليش عم تبعد أنه ليش مش في مخابرات فاتت وتدس بالموضوع، وهذا الذي يبرز بعد الانتخابات الأمريكية، ستكون هنالك لجنة جديدة
أحقق بهذا الموضوع، لأنه هنالك أشخاص يعتبرون ربما من المخابرات قاموا بعملية الدهس. هذا نظرية مؤامرة أستاذ توم حرب، يعني الآن إذا دخلنا بنظريات المؤامرة يعني لن نخرج منها. يعني هاي نظريات المؤامرة، يعني إنه الآن نقول إيران والإخوان المسلمين ونخلط الأوراق ونقول بأنه نفس الذين هاجموا الكونغرس هم مدعومون من والله، يعني هذا الكلام لا يجوز يا أستاذ توم حرب، لأنه يعني واضح بأنه ترامب بكلامه كان يشجع على الإرهاب ويشجع على الهجوم على الكونغرس والتحويل الحكومة. أسف لم يتبقى لي الوقت دكتور نصير العمري المحلل السياسي حدثني من نيويورك، شكرا جزيلا لك. ومن فلوريدا الأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي لختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.